فتواك أن من يقاتل داعش فهو شهيد إذا سقط شهيد. اليوم هناك شباب في الحشد الشعبي يقاتلون داعش، هؤلاء تنطبق عليهم الفتوى؟ يعني أنت لو قالوا أن إسرائيل قاتلت داعش ما تنطبق على الفتوى اللي أنا قلتها الآن. أنا أتكلم عن المسلمين الذين يعني يعترفون بكتاب الله وسنة رسوله. الحشد الشعبي يقتل المسلمين باعتبار أنهم سنة، ولقد رأينا هذا بعيوننا شر قتله. كلهم؟ لا ما قلت كلهم، لا. لكن لو رأي من قلت من يقتل منهم؟ من يقتل منهم فليس مسلما ولا قيمة لاستشهاده في هذه الظروف.